موجز الأخبار من النهار اليوم، أسعد الله صباحكم بكل خير. لقي أكثر من 10 أشخاص وأصيب نحو 10 آخرين في حادث انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائري بالمنيبة. وقع الحادث ليلة أمس عندما اختلت عجلة القيادة في يد سائق مقطورة محملة بالزلط أعلى الطريق الدائري، مما أدى إلى اصطدامها بسيارتي ميكروباص وسقوطها من فوق القبري المتجه إلى شارع البحر الأعظم. سقطت المقطورة فوق سيارتي الميكروباص كانت بأسفل موقف الصعيد. وللمزيد من المتابعة والاقتراب من الحدث أكثر، ينضم إلينا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور خالد، بعد التحية، ما هي آخر الإحصائيات لديكم فيما يتعلق بضحايا الحادث المأساوي بدائري المنيب؟ صباح الخير يا فندم. أولا ثانيا، يعني حتى الآن آخر تقرير لدينا من الرعاية الحرجة والعاجلة والإسعاف، عدد المصابين حتى الآن 11 مصاب، 8 مصاب تم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين العام، و3 مصابين إلى مستشفى الهرم. عدد الوفيات 8 حالة وفاة، خالص تعزينا مبدئيا لأهلهم وأسرهم. تم نقل 6 وفيات إلى مشرحة مستشفى أم المصريين، و2 وفاة إلى مشرحة مستشفى بولاء الدكرور العام. ولكن هل هناك حالات حرجة تم نقلها إلى مستشفيات بعينها؟ مستشفى أم المصريين تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى القصر العيني، ويعني مازال متبقي 4 مصاب تحت العلاج بالملاحظة، الحمد لله حالته مستقرة، و1 مصاب خرج خروج تحسن. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك وتعزينا لأهالي الضحايا.